سلام الله عليكم، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية الإخبارية على شاشة إكسترا نيوز لمتابعة آخر المستجدات في الأزمة السودانية والدور المصري في حل الأزمة لوقف الاقتتال والعمليات العدائية حقنا للدماء وعودة الأمن والاستقرار في السودان الشقيق. إن مشاهد الخراب والدمار والقتل التي نطالعها تدمي قلوب كل المصريين. نشعر بمعاناة أشقائنا في السودان ونتألم لآلامهم، وندعو الله العلي القدير أن يزيل هذه المحنة في أسرع وقت. وأشدد مرة أخرى على أن مصر لن تدخر جهدا للمساعدة في استعادة الأمن والاستقرار والسلام في ربوع هذا البلد الشقيق بالتعاون مع كل الأطراف الجارة والصديقة. أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان توجه إلى مصر في زيارة هيجري خلالها مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. أوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن المباحثات ستتناول تطورات الأوضاع في السودان والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز دعمها وتطويرها بما يخدم شعبي البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك. العلاقات بين القاهرة والخرطوم لها خصوصية متفردة نظرا للتاريخ المشترك لبلدي وادي النيل والروابط الاجتماعية والتآخي الذي يربط بين الشعبين. المزيد في العرض التالي. مزيد ينضم لنا هاتفيا الدكتور حامد فارس خبير العلاقات الدوليه. برحب بحضرتك دكتور حامد. صباح الخير يا فندم، اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين. صباح النور، اهلا بحضرتك. بدايه دكتور، زياره مهمه لرئيس مجلس السياده السوداني للقاهره، كيف ترى اهميه هذه الزياره في هذا التوقيت؟ طبعا هي زياره مهمه، واختيار مصر كاول محطه لجوله الفريق البرهان للقاهره ما هو الا دلاله على مكانه مصر الكبيره لدى الشقيق السودان، وبان مصر تسعى بكل قوه الى ايجاد الاستقرار المنشود في الداخل السوداني، على اعتبار ان مصر هي الدوله المعنيه الاولى بالازمه السودانيه، وهناك روابط تاريخية وعلاقات قوية تضرب بجذورها في أعماق الأرض والتاريخ بين مصر والسودان، في ظل أن الأزمة السودانية تراوح مكانها ولم يحدث فيها أي اختراق، وبالتالي تسعى مصر من خلال هذه الزيارة إلى تنسيق المواقف المصرية السودانية للعمل على وقف إطلاق النار وإيجاد هدنة حقيقية، تكون هذه الهدنة هي دافع حقيقي لإحداث انفراجة حقيقية في المشهد السوداني، وصولا إلى إنهاء هذه الأزمة التي تمثل تهديد خطير للأمن الداخلي السوداني وأيضا لأمن دول جوار السودان. بل لا يعني أزيد إذا قلت أن الأزمة في السودان تمثل تهديد خطير لأمن القارة الأفريقية بأكملها. يعني إذا تحدثنا عن الدور المصري لحل هذه الأزمة، مصر ومنذ حدوث هذه الأزمة واندلاعها تحركت الدولة المصرية على كافة المحاور من أجل حقن دماء الأشقاء في السودان. يعني منذ بداية هذه الأزمة كانت هناك زيارة مهمة لوزير الخارجية المصري
إلى دولة جنوب السودان ودولة تشاد من أجل العمل وبشكل كبير والتنسيق مع دول جوار السودان لإيجاد تفاهمات حقيقية، في ظل أن مصر تتبع سياسة واضحة وقوية في هذه الجزئية، وهو رفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدولة السودانية، على اعتبار أن التجارب أثبتت أن التدخلات الخارجية دائما وأبدا ما تطيل أمد الصراع، وبالتالي مصر تبحث عن حل سوداني سوداني، تبحث عن وقف حقيقي لإطلاق النار، تبحث عن رفع المعاناة عن الأشقاء في السودان، وهو ما قامت به الدولة المصرية بشكل واضح من فتح المعابر سواء معبر أرقين أو معبر قسطل، واستقبال الكثير من الضيوف على أراضيها، يعني أكثر من 300 ألف شقيق سوداني دخلوا إلى الأراضي المصرية وتلقوا كافة أوجه الدعم سواء على المستوى الإنساني أو الاجتماعي أو حتى الدعم الشعبي، ولم تتوقف الدولة المصرية عن ذلك، بل سعت بكل قوتها للتنسيق مع دول جوار السودان، وأقامت وإن عقد على أراضيها مؤتمر دول جوار السودان، وانبثق عنه اللجنة الوزارية التي تشكلت للهدف لدعم العملية السياسية في السودان، وبعد ذلك شارك وزير الخارجية المصري في هذه اللجنة في تشاد كدلالة واضحة على استمرار السعي المصري لحل الأزمة في السودان بما يتوافق مع سياسة مصر الخارجية والمكانة الكبيرة اللي بتوليها الدولة المصرية للأشقاء في السودان، وبالتالي تحركت مصر على كافة المستويات والأصعدة مما يخدم القضية السودانية وإيجاد حل شامل وعادل لها في إنهاء هذه الحرب التي أثرت بشكل كبير على مقدرات الشعب السوداني وعلى البنية التحتية والقطاع الصحي والكثير الذي شهد انهيارات كبيرة في الفترة الأخيرة. يعني تحدثت في نقاط عديدة دكتور حامد، لكن برأيي من أهمها هو استقبال الإخوة السودانيين في مصر وتقديم الرعاية الطبية وحتى الرعاية النفسية لهم من خلال مختصين عند المعابر مع مصر. يعني هذه النقطة تحديدا يا فندم هي نقطة جوهرية ومهمة جدا، لأن دائما وأبدا عندما تحدث مثل هذه الأحداث في الجسام كل دولة تنغلق على نفسها وتهدف إلى تحقيق مصلحتها الشخصية، ولكن الدولة المصرية ومن خلال رؤيتها وعلاقتها الاستراتيجية القوية والتاريخية وصلة الدم وصلة الجغرافيا وصلة التاريخ بين الدولة السودانية العريقة الكبيرة، فتحت مصر يعني حدودها وفتحت معابرها دون حتى الحصول على تأشيرة، وكان هذا يمثل يعني رسالة حب وطمأنة من الجانب المصري للأشقاء في السودان بأن الدولة المصرية تقف خلف الشعب السوداني، وبأن الدولة المصرية لن تترك الشعب السوداني وحيدا في مواجهة المدافع وفي مواجهة عصابات تحاول أن تستولي على الأرض وتهدم البيوت وتقوم بارتكاب الكثير من الجرائم التي تهدد أمن الشعب السوداني، وبالتالي الدولة المصرية تحركت وقامت بتوجيه كل أوجه الدعم اللازم، وكانت الفرق الطبية على المعابر واقفة يعني لاستقبال أشقائنا في السودان والعمل على تذليل العقبات، حتى الشعب المصري استقبل الشعب السوداني بكل ترحاب وفتح له بيوته في دلالة واضحة على التلاحم المصري السوداني الذي يمثل قوة كبيرة للأمن القومي المصري والسوداني، على اعتبار أن مصر تنظر إلى السودان باعتبارها امتداد طبيعي للأمن القومي المصري، والسودان تنظر إلى مصر بنفس هذه النظرة التي ستنعكس دائما وأبدا على مجمل العلاقات القوية والراسخة والثابتة، والتي لا يمكن أبدا أن تهتز بل ستزيد قوة وتزداد متانة، وهو ما تسعى إليه القيادة السياسية المصرية وفخامة الرئيس السيسي الذي يسعى بكل قوة إلى إيجاد تفاهمات حقيقية بين الأطراف في السودان لوقف إطلاق النار وحقن دماء الأشقاء في السودان بما يتوافق مع الرؤية المصرية من عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة السودانية. تتحدث عن الرؤية المصرية وأراها الفلسفة المصرية العامة في التعاطي مع كل ملفات الدولية حتى في الملف السوري الليبي، كل الملفات المحيطة بمصر، عدم التدخل في شؤون الدول، الحلول السلمية، وقف العمليات العدائية، وطبعا الحفاظ على الدولة الوطنية، هي فلسفة عامة في السياسة المصرية الخارجية. أتفق مع حضرتك جدا يا فندم، لأن السياسة الخارجية المصرية وهي تنتهج الدبلوماسية الناعمة من خلال العمل عن حلول
شاملة سلمية للأزمات العربية بشكل كبير في إطار دور مصر المحوري والريادي باعتبارها هي الشقيقة الكبرى لكل الأشقاء العرب، وفي ظل ما تموج المنطقة العربية به من أزمات كبيرة، يعني نفس النهج انتهجته الدولة المصرية في الأزمة الليبية ومن خلال مبادرة القاهرة اللي تم الإعلان عنها في 6/6/2020 وأكدت على ضرورة إيجاد حل ليبي وأيضا إيجاد يعني وضع لدعم الأشقاء في ليبيا وصولا لإجراء الانتخابات. الآن تسير مصر على نفس النهج في الأزمة السودانية، من ضرورة إيجاد حل سوداني تتوافق عليه كل الأطراف وتنسق مع القوى الدولية وتنسق مع القوى العربية، على اعتبار أن ما تقوم به مصر هو امتداد طبيعي وحقيقي وقوي لما قامت به الشقيقة السعودية من مبادرات، وبالتالي تكمل هذه المبادرات بعضها بعض وتؤدي وبشكل كبير إلى إيجاد تفاهمات حقيقية بما يخدم القضايا العربية، لأن استمرار هذه الأحداث في هذه المنطقة تحديدا سيمثل تهديد خطير ليس فقط للشقيقة السودان ولا للداخل السوداني، ولكن هذه ما يحدث في السودان الآن يمثل خطورة داهمة وبيئة خصبة لانتشار الجماعات الإرهابية، في ظل أن هناك الكثير في هذه المنطقة مناطق رخوة أمنية كثيرة تحتاج إلى دعم أمني، تحتاج إلى دعم استخباراتي، تحتاج إلى تبادل المعلومات، في ظل أن السودان لديها أكثر من 1000 كيلومتر على البحر الأحمر، وهذا يمثل أيضا تهديد للملاحة في منطقة هامة تمثل رافد حقيقي اقتصادي لكل دول العالم، وبالتالي مصر بتتحرك في خلال العمل وبشكل كبير على تنسيق المواقف وخدمة القضية السودانية بما يتوافق مع الرؤية المصرية الحقيقية لدعم العمل العربي المشترك ودعم الجهود التي تبذل لخدمة القضية الفلسطينية، القضية الليبية، القضية السودانية في إطار حرص كبير على حل كافة القضايا. أعلم أن كل القضايا العربية بالأخص هي مهمة بنفس الدرجة للإدارة المصرية، ولكن أنت تعلم العلاقة الخاصة بين الشعبين المصري والسودان. حضرتك أشرت دكتور حامد لفتح بيوت المصريين للكثير من أهلنا في السودان القادمين من هناك، وأضف على ذلك أنه ملايين السودانيين بالفعل يعيشون على أرض مصر قبل حتى هذه الأزمة. أتفق مع حضرتك جدا يا فندم، يعني أكثر دولة بتستضيف على أراضيها أشقاء من إخواتنا السودانيين هي الدولة المصرية، أكثر من 5 مليون مواطن سوداني يعيشون داخل الأراضي المصرية جنبا إلى جنب مع الأسر المصرية وداخل العمارات المصرية، كدلالة واضحة على أن النسيج واحد وهناك ارتباط وثيق، ولم تتوقف هذه الملحمة المصرية السودانية عند هذا الحد. ولكن في هذه الأزمة نجد أن الكثير من التعليقات المصريين أصبت في مرحلة نسب شراكات حقيقية وإظهار حجم المحبة اللي بيكنه الشعب المصري للأشقاء في السودان، وده اللي ظهر من أن الشعب المصري قام بفتح منازله أمام الأسر السودانية في ظروف تحتاج إلى هذا الدعم، تحتاج إلى هذا التكاتف، تحتاج إلى إظهار أن هناك قلب عربي ما زال ينبض داخل الدولة المصرية، وبأن الدولة المصرية دائما وأبدا ما تفتح ذراعيها إلى كل الأشقاء العرب. يعني إحنا بنتحدث عن أكثر من 9 مليون ضيف على الأراضي المصرية، منهم 5 مليون شقيق سوداني، وحتى عندما حدثت هذه الأزمة فتحت المعابر الدولة المصرية واستقبلت كل الأشقاء السودانيين وقامت بتقديم كل أوجه الرعاية من كافة المحاور ومن كافة الاتجاهات، مما يدل على أن الدولة المصرية دائما وأبدا ما تبحث عن رفع المعاناة عن الأشقاء في السودان، وهذا لم تتوقف الدولة المصرية عن ذلك، ولكنها الآن تبحث عن كيفية إيجاد وسيلة حقيقية تكون نهية لهذه الحرب، تؤدي إلى وقف إطلاق النار، تؤدي إلى هدنة حقيقية، تؤدي إلى انفراج في المشهد المعقد والمركب وإنهاء حالة الانسداد السياسي التي أدت إلى اندلاع مواجهات عسكرية انعكس بشكل كبير على فرق الكثير ووجود موجة نزوح حقيقية من الخرطوم وشمال الخرطوم والكثير من الولايات السودانية التي نزحت منها الأسر السودانية، وده سيؤدي إلى تداعيات كثيرة ليس فقط على منطقة القارة. دكتور، لدينا هذا الخبر العاجل نقلا عن القاهرة الإخبارية، الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني السيد عبد الفتاح البرهان لدى وصوله مطار العلمين الدولي. ننوه مرة أخرى لهذا الخبر العاجل، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في مطار العلمين الدولي رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح
البرهان. أعود إليك دكتور حامد بسؤالي الأخير، ماذا تنتظر في البيان الختامي لهذه اللقاءات؟ مزيد من التباحث، مزيد من المناقشات، ماذا تنتظر؟ في ظني وتقديري أن أول نقطة سيتم التباحث حولها بين فخامة الرئيس السيسي والفريق أول عبد الفتاح البرهان العمل وبشكل كبير على كيفية إيجاد تسوية سياسية للأزمة في السودان ووقف إطلاق النار وإيجاد هدنة حقيقية تكون دافعة لأن تكون النواة الرئيسية لفتح مسارات تفاوضية حقيقية انطلاقا بعد ذلك إلى إنهاء تام للحرب في السودان وتوقف آلة الحرب والانتقال مرة أخرى إلى الدبلوماسية حتى لا تكون الكارثة كبيرة على الشعب السوداني الشقيق. أشكرك شكرا جزيلا دكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية، كنت معي هاتفيا من القاهرة. تقوم الرؤية المصرية لخروج السودان من أزمته على وقف التصعيد والبدء في مفاوضات جادة وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية بمشاركة القوى كافة. مزيد ينضم إلينا الأستاذ صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. برحب بحضرتك يا أستاذ صلاح. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. عنوانك الأبرز في وكالة أنباء الشرق الأوسط لهذه الزيارة؟ هو طبعا الزيارة تعد من الزيارات المهمة خاصة في ضوء الأحداث المهمة التي يشهدها السودان حاليا وحالة التوتر التي ما زالت قائمة والتدخلات الإقليمية المتعددة داخل السودان بهدف زعزعة استقراره. فهذه الزيارة تصب في إطار العلاقات المصرية السودانية المتميزة، والعلاقات المصرية السودانية كما تعلم هي علاقات تاريخية وضاربة في عمق التاريخ وليست وليدة الأمس أو اليوم فقط، لكن التداخل في العلاقات المصرية مصر والسودان كان بلدا واحدا في السابق، وطول عمر العلاقات المصرية السودانية علاقات يعني متجذرة وعلاقات ذات خصوصية واحدة، والأواصر الاجتماعية تجمع بين شعبي وادي النيل، وهناك رابط رئيسي وشريان يضم البلدين وهو النيل. وأعتقد أن العلاقات الثنائية ممتدة منذ آلاف السنين وحتى الآن، والمسألة السودانية هي أمن قومي لمصر. وأعتقد أن هذه الزيارة تصب في هذا الاتجاه، في هذا الاتجاه باعتبار أن السودان هو الامتداد الطبيعي لمصر وهو عمقه التاريخي. يعني كما تابعت معنا منذ دقائق أخذنا خبر استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيد البرهان في مطار العلمين الدولي، دلالات هذا الاستقبال برأيك؟ طبعا هي ليست الزيارة الأولى للفريق البرهان، أعتقد أن هذه هي الزيارة في هذا التوقيت المهم واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للفريق عبد الفتاح البرهان في هذا التوقيت المهم تأتي في ضوء حرص مصر على إحداث التوازن في العلاقات داخل السودان بين أبناء السودان والحرص على حل الأزمة السودانية
بمعزل عن التدخلات الإقليمية أو التدخلات الدولية التي فاقمت الأوضاع داخل السودان، إلى جانب أنه التوتر الجاري في السودان انعكس على دول المنطقة بأسرها وليس فقط على السودان، لكن امتداد ما يحدث في السودان أيضا سيشمل دول الإقليم بأسره، لأنه الأمن أمن واستقرار السودان يصب بطبيعة الحال في الأمن القومي المصري باعتبار أنه جزء رئيسي من الأمن. فاللقاء الأخوي الذي جمع منذ قليل واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للفريق عبد الفتاح البرهان، أعتقد أنه دلالة مهمة على أن مصر حريصة على أمن واستقرار السودان، وهي استضافت منذ فترة قليلة دول جوار السودان وعملت على أن يكون هناك رؤية مشتركة لدول جوار السودان لحل الأزمة السودانية عن طريق الأشقاء بدلا من التدخلات الإقليمية والدولية التي كما أشرت فقامت الأوضاع في السودان ولم تحل الأزمة السودانية، بل ساهمت في أن تؤدي إلى مزيد من التوتر ومزيد من عدم الاستقرار داخل الأراضي السودانية، إلى جانب أنه بالفعل التدخلات الإقليمية والدولية لا تستهدف أمن واستقرار السودان، لكن دائما وأبدا يعني مصر عندما يعني تشارك في أي تجمع أو أي يعني تستضيف أي تجمع بهدف إحلال الاستقرار والعمل على استتباب الأمن واستقرار الأوضاع، هو يعني ده مصر وده السياسة الخارجية المصرية تعمل دائما على أن طرأ بالصدع بين الأشقاء، وهي عندما استضافت الأشقاء الفلسطينيين واستضافت الأشقاء في ليبيا وأيضا عملت على أن تستقر الأوضاع داخل السودان، أعتقد أن هذا هو نهج السياسة الخارجية المصرية، واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للفريق البرهان اليوم يأتي في هذا الإطار، في إطار حرص مصر على أن تستقر الأوضاع داخل السودان وأن تكون هناك حلول من جانب أبناء السودان أنفسهم لحل المشاكل العالقة، وأن يتم التوصل إلى حلول للأزمة السودانية التي يعني أصبحت الآن تؤثر على الأوضاع داخل السودان، واستضافة مصر لملايين السودانيين الذين لجأوا إليها بهدف الفرار من حالة عدم الاستقرار والتوتر وحالة عدم الأمان داخل السودان، أعتقد أن هذا دليل آخر على أن مصر لا تغلق أبوابها في وجه أشقائها، فأعتقد أن اللقاء يعني إن شاء الله قد يعني يساهم في حل الأزمة السودانية. يعني لهذا العرض الذي تفضلت به أستاذ صلاح، برأيك أبرز النقاط المباشرة التي سيتم النقاش حولها؟ هو بطبيعة الحال النقطة الأهم هو محاولة التوصل إلى حلول جذرية للأزمة السودانية، إلى جانب أنه طبعا يعني حلول سلمية على طاولة النقاش بالضبط، يعني هو هدف مصر هو الحلول السلمية، ونهج مصر الطبيعي هو البحث عن حلول سلمية للأزمات، وعندما تتفاقم الأمور تلجأ القاهرة دوما إلى حتى التدخل لرأب الصدع بين الأشقاء، فأعتقد أن القاهرة بما لديها من علاقات بكافة الأطراف أعتقد أنها قادرة بالفعل على لعب دور محوري ودور جوهري في سبيل حل هذه الأزمة، وأعتقد أن هذا اللقاء يأتي في ضوء الأزمات المتكررة التي يشهدها السودان والتي ما زالت حتى الآن تعيقها التدخلات كما أشرت، إلى جانب أنه أبناء السودان هم وحدهم القادرين على حل هذه الأزمة بمعزل ولا يسمحوا للتدخلات الخارجية أن تكون طرفا في هذه الأزمة، فأعتقد أن هذه الزيارة مهمة في هذا الاتجاه، وأعتقد أن اللقاء لقاء أخوي ولقاء مهم في تحديد الأطر التي سيتم التحرك من خلالها، إلى جانب أنه القاهرة حريصة كما أشرت على أن تكون هناك يعني تبادل لوجهات النظر، والفريق البرهاني يمثل السلطة الشرعية في السودان، وبالفعل سيعرض وجهة نظر الإخوة في السودان على الرئيس عبد الفتاح السيسي ويتم مناقشة هذه الرؤية، وأعتقد أن هذا يأتي قبل أيام من اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك التي بالفعل ستكون القضية السودانية على رأس أو على جدول أهم الأعمال التي ستناقشها، إلى جانب أنه اجتماعات وزراء الخارجية العرب ستكون أيضا في هذا التوقيت، فأعتقد أن توحيد الرؤى وتوحيد الجهود بين القاهرة والخرطوم سيكون إطارا يعني لحل الكثير من هذه الأزمة، أعتقد أنه الرغبة الحقيقية في حل الأزمة يجب أن تنطلق من رؤية الأخوة الأشقاء في السودان، والقاهرة حريصة على أن تدعم هذه الرؤى السلمية. دعم القاهرة السياسي للإخوة في السودان يقابله دعم أيضا من الشعب المصري لشقيقه السوداني.
هو احتضان يعني الشعب المصري لأشقائه من الشعب السوداني الذين لجأوا إلى مصر، أعتقد أن هذا أبلغ دليل على أن المصريين يعني هم يعني شعب مضياف وشعب يعني لدينا 9 ملايين. الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يرغب في تسميتهم لاجئين، لكن قال إنهم ضيوف أعزاء يعيشون بيننا، لهم ما لدينا ما لنا من حقوق وعليهم ما علينا من واجبات. من كل الأقطار التي شهدت توترات يعني يعيشون بيننا أشقاء أعزاء، فأعتقد أن احتضان الشعب المصري لأشقائه من السودانيين الذين لجأوا وفروا من الأزمات التي يمر بها السودان دليل واضح على أن الشعب المصري هو شعب بالفعل يرحب بالأشقاء عندما يتعرضون لأي هزة أو أي أزمة، وهذا واضح ودليل واضح على أننا لا نغلق أبوابنا في وجه أشقائنا. والشعب المصري يعني رحب بأشقائه سواء من ليبيا أو العراق أو سوريا أو اليمن أو غيره من الشعوب التي تعرضت لهزات وعدم استقرار، وأخر هؤلاء الشعوب بطبيعة الحال. وهذا أمر يعني يحسب للمصريين أنهم يعني استضافوا إخوانهم من الشعوب العربية التي تعرضوا لهذه الأزمات، فالشعب المصري يرحب بإخوانه على الرغم من الوضع الاقتصادي يعني الذي يمر به هذا الشعب، لكنه لم يغلق بابه أمام أشقاء. وأعتقد أن الترحيب بالإخوة السودانيين ما زال مستمرا، وأن الشعب المصري قادر على أن يحتضن كل أشقائه الذين يلجؤون إليه. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ صلاح مغاور، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، كنت معي هاتفيا من القاهرة. إذن منذ اندلاع الأزمة السودانية حرصت مصر على نزع فتيلها والتوصل إلى تسوية دائمة وشاملة للنزاع في أسرع وقت ممكن، وأكد رئيس عبد الفتاح السيسي خلال اتصالاته مع كل الأطراف السودانية والإفريقية موقف مصر الرافض للتدخل الخارجي في الشأن الداخلي السوداني. العرض التالي يوضح أبرز جهود الدولة المصرية لحل الأزمة السودانية مع الزميلة آلاء شبا. أهلا بكم. جهود مكثفة قامت بها الدولة المصرية منذ اندلاع الأزمة السودانية لاحتوائها وحقن دماء الشعب السوداني الشقيق. الرئيس السيسي أكد خلال اتصالاته مع كل الأطراف السودانية والأفريقية والعربية والدولية على ضرورة نزع فتيل الأزمة والتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للنزاع في أسرع وقت ممكن، كما أكد أيضا موقف مصر الرافض للتدخل الخارجي في الشأن الداخلي السوداني. مصر لم تتخلى عن أشقائها السودانيين، فكانت من أوائل الدول التي بادرت باستقبال مئات الآلاف من الأشقاء السودانيين الذين انضموا إلى ما يقرب من 5 ملايين مواطن سوداني يعيشون فوق الأراضي المصرية منذ سنين عدة. ولمساعدة المتضررين من النزاع داخل الأراضي السودانية، فتحت مصر حدودها وقدمت مساعدات إغاثية عاجلة تضمنت مواد غذائية وإعاشية ومستلزمات طبية، كما عملت على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول المانحة للسودان عبر الأراضي المصرية، وذلك بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية. مصر وضعت تصورا أيضا لخروج السودان من الأزمة الراهنة، إذ طالبت الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد والبدء في مفاوضات جادة تهدف للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار. كما دعت مصر أيضا إلى إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية، وذلك بمشاركة القوى السياسية والمدنية، يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار والديمقراطية. وعلى المستوى الإنساني طلبت مصر كل الأطراف السودانية بتسهيل كل المساعدات الإنسانية وإقامة ممرات آمنة لتوصيل تلك المساعدات للمناطق الأكثر احتياجا داخل السودان، ووضع آليات تكفل توفير الحماية اللازمة لقوافل المساعدات الإنسانية ولموظفي الإغاثة الدولية لتمكينهم من أداء عملهم.
واستضافت مصر في يوليو الماضي مؤتمر قمة دول جوار السودان، وذلك لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة. مشاهدينا، كان هذا عرضا لأبرز جهود الدولة المصرية لحل الأزمة السودانية. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة. المزيد ينضم لنا عبر الهاتف الأستاذ محمد مصطفى أبو شامة الكاتب الصحفي. برحب بحضرتك أستاذ محمد. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، أهلا بيك. زيارة مهمة للفريق أول عبد الفتاح البرهان لمصر من حيث التوقيت. بالطبع هي زيارة في غاية الأهمية على كل المستويات، وأنا شايف أنها تمثل يعني تحول في الأزمة السودانية ربما نحو انفراجة حقيقية، لأن خروج الفريق البرهان من السودان بعد 4 شهور أو أكثر من أعمال القتال الدائرة التي يعني نتج عنها الكثير من القتلى والجرحى والفارين من اللاجئين، ربما يمثل خروجا من الأزمة نتمناه جميعا، وبدايته من مصر تعكس ثقل وأهمية الدور المصري المستمر والدائم في الأزمة السودانية. قبل اندلاعها ومنذ اندلاعها علاقتنا بالسودان دائمة ومستمرة ومتصلة، والعلاقة يعني توجد في عهد رئيس السيسي بمزيد من العمق ومزيد من التأثير، علاقة قائمة على الاحترام، على السعي الدائم لاستقرار السودان، الحفاظ على الدولة الوطنية، عدم التدخل في الشأن السوداني، كلها ثوابت مصرية أسست لعلاقة متينة وقوية تعكسها هذه الزيارة التي أعتقد أنها ربما تكون بداية لحلحلة هذه الأزمة التي نتمنى أن تنتهي. قلوبنا تتألم من أجل أشقائنا الشعب السوداني الشقيق، حزانا على ما يجري له، ونتمنى أن تنتهي الأزمة بأسرع وقت ممكن. وأتفق طبعا بالطبع مع كلمات سيادة الرئيس أن مصر لم تدخر جهد من أجل إحلال السلام في السودان وإنهاء هذه الأزمة، ولن تدخر جهد بالطبع. مصر دائما مع السودان قلبا وقالبا، تسعى إلى استقرار والعيش في سلام لجميع الشعب السوداني. أستاذ محمد، برأي حضرتك ماذا يحمل البرهان في جعبته أثناء الجلوس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ ظني أنه يحمل الكثير. بالطبع حصاد 4 أشهر من القتال الدائم والمستمر في السودان، تفسير وتحليل لكل ما جاء، تشاور مع رئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كل المجريات الأحداث السابقة، محاولة لإيجاد حلول حقيقية، مصر مدخلها الحقيقي أو كل الأطراف الدولية يعني تتمنى أن يتوقف القتال، أن تحدث هدنة طويلة كي يتمكن فرق الإغاثة من الوصول إلى المنكوبين والمتضررين، كي يتم إنقاذ الشعب السوداني، ثم تبدأ المفاوضات السياسية لإنهاء هذه الأزمة في إطار من الحفاظ على الدولة الوطنية. أعتقد أن هذه النقاط على أجندة الحوار بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان هي نقاط ذات أولوية وذات أهمية. بالطبع الفريق البرهان سيطلع رئيس على كافة هذه الأمور وإمكانية حدوثها. بالطبيعة الأحوال مصر ستعرض كل ما يمكن أن تفعله من أجل دعم هذا الأمر ودعم إنقاذ السودان ومحاولة دعمه بكل الأشكال المساعدة الممكنة، سواء على المستوى الإغاثي أو على المستوى الجهود الدبلوماسية المستمرة التي لا تتوقف من الجانب المصري. وكان هذا سؤال أستاذ محمد، إذا شرحت لنا بالتفصيل الدعم الإنساني الاجتماعي المقدم من الدولة المصرية ومن الشعب المصري للإخوة في السودان، وطبعا نتحدث عن الدعم السياسي الكبير من القاهرة للخرطوم. حقيقة الدعم المصري لا تخطئه عين حضرتك، يعني في شوارع مصر كلها من الإسكندرية إلى أسوان
ستجد أشقائنا السودانيين يعيشون بيننا كأنهم جزء من الشعب المصري، يعيشون في بيوتنا، طلاب المدارس السودانية الذين لجأوا إلى مصر في الشهور الأخيرة التحقوا بالمدارس، الأسر السودانية بعضها وجد عمل في بعض الشركات في مصر، حياة مشتركة كاملة. يعني احنا مصر يعني طوال تاريخها تستضيف الشعب السوداني، يمكن الإحصائيات بتؤكد ان في 5 مليون سوداني بيعيشوا بيننا منذ سنوات، أضيف إليهم في خلال الأزمة الأخيرة حوالي 300,000 سوداني لجأوا إلى مصر. مصر استقبلتهم بكل ترحاب، الرئيس السيسي منذ اللحظة الأولى أمر بتشكيل لجان وكافة أجهزة الدولة تدعم التواجد السوداني داخل مصر، تيسير كل الخدمات اللوجستية التي يحتاجها اللاجئين إلى مصر أو ضيوفنا، لأن هم يعني هم في بلدهم الثاني. يعني منذ اللحظة الأولى أستاذ محمد، الرئيس السيسي، مصر على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترفض أن تسمي الإخوة السودانيين وغيرهم حتى من الإخوة العرب باللاجئين، ويتم استخدام مصطلح ضيوف مصر. ضيوف مصر هي حقيقة ضيوف مصر، هم جزء من أهل مصر، يعني هم أهلنا وإخواتنا، وده بتلمسه يعني على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي في كل التفاصيل المعيشية اللي بيحتاجها ضيوفنا اللي بيجوا من السودان فارين من القتال هناك. وجدوا كل رعاية وكل العناية وكل المعاملة الطيبة من الشعب المصري اللي بيتعامل مع الشعب السوداني طول الوقت على انه جزء من النسيج الوطني المصري، لا اختلاف بيننا، وبيننا تاريخ مشترك وممتد وتحديات كتيرة واجهها الشعبين بيربط بينهم شريان حياة، وادي النيل، نهر النيل، فطوال التاريخ هناك حالة من التلاحم الدائم بين الشعبين. مصر والسودان يعني قصة وملحمة من التآخي المستمر لم تتوقف خلال هذه الأزمة، بل بالطبع زاد الدعم وزاد التواصل من أجل إنهائها أولا، ثم استقبال الفائين من القتال في السودان. كلها جهود يعني استمرت من الدولة المصرية للحفاظ على الشعب السوداني، وهذا عهد مصر مع كل الأشقاء العرب وفي كل الملفات التي يعني اشتعلت في الآونة الأخيرة. مصر دائما كانت تقف إلى جواء الأشقاء بكل الجهد، ولا تبخل بأي شيء تستطيع تقديمه على كافة المستويات سواء رسمية أو الشعبية. يعني كل ما ذكرته أستاذ محمد في إطار مجموعة من المحددات العامة للسياسة الخارجية المصرية. صحيح، السياسة الخارجية المصرية في السنوات العشرة الأخيرة أصلت لمفاهيم مهمة ومفاهيم ساعدت مصر في التفاعل العربي والإقليمي والإفريقي بشكل كبير. نجحت مصر في سياستها الخارجية على مسارات مختلفة من خلال تأصيل فكرة الحفاظ على الدولة الوطنية، من خلال الحفاظ على علاقات نسميها مساحات ثابتة وواحدة ما بين كل أطراف الأزمات في كل الملفات المشتعلة حول مصر، فده مكنها دايما من أنها تكون وسيط أمين لكل الأشقاء العرب في كل خلافاتهم وفي كل اختلافاتهم. القاهرة تحتضن دائما مؤتمرات لكل أطياف القوى السياسية سواء في السودان أو في ليبيا أو في أكثر من دولة. القاهرة دائما شاطئ أمين لكل العرب ولكل دول الإقليم لحل أزماتهم ولإيجاد مخارج تدعم الدولة الوطنية. مصر دائما حريصة على علاقتها بالأشقاء، حريصة على تأصيل دورها الإقليمي الثابت والدائم والراسخ في المنطقة. يعني سؤالي الأخير أستاذ محمد، وهو اقتراب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة وهذه اللقاءات تحدث الآن في هذا التوقيت القريب من الجمعية العامة، هل هناك تنسيق لتوحيد الرؤى والمواقف العربية تجاه القضية السودانية أثناء طرح هذه القضية على الأمم المتحدة؟ في ظني أن مصر تحمل هموم الكثير من أشقاء العرب، يعني في الأمم المتحدة قضايا كثير ساخنة سواء في فلسطين أو في السودان أو في ليبيا. ظني أن التنسيق المصري مع الأطراف الملفات الثلاثة، الملفات التي تحيط بدول الجوار المصري الثلاثة، أعتقد أنها ستكون لها الأولوية في طرح مصر في أمام الأمم المتحدة.
هناك تنسيق كبير في هذه الملفات الثلاثة، في مقدمتهم طبعا الملف السوداني الذي يمثل جزء مهم من استراتيجية مصر الإقليمية. في ظني أن لقاء الرئيس المصري مع الرئيس مجلس السيادة السوداني اليوم هو جزء من هذا التنسيق. طاح الأزمة السودانية، مصر يعني في كل المحافل تتحدث عن حل سوداني، تطلب من العالم الخارجي، الدول الخارجية، الدول العالم جميعا عدم التدخل في الشأن السوداني، حرصا على إنهاء الأزمة وحرصا على استقرار السودان. الإحلال السلام في السودان هو قضية وأولوية أولى لدى مصر. أعتقد أن كل هذه الأمور ستكون على أجندة الدولة المصرية في لقاءاتها في الأمم المتحدة في منتصف سبتمبر القادم إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد مصطفى أبو شامع الكاتب الصحفي، كنت معي هاتفيا من القاهرة. صبرنا سنين وزاز عايشين برغم الخوف زي الجبال راكزين، وقفنا سوا جمعنا هوا وطن مزروع جوا القلب والعين. تتميز العلاقة بين مصر والسودان بالارتباط والجوار الجغرافي والتاريخ المشترك، ومن ثم المصالح المشتركة، كما يوجد بين البلدين العديد من مجالات التعاون المشترك. المزيد في العرض التالي. جهود متواصلة تبذلها مصر لدعم السودان الشقيق، وذلك انطلاقا من الروابط التاريخية والقومية التي تجمع بين البلدين، وتأكيدا على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين. المزيد نتابعه في العرض التالي. تمتاز العلاقات المصرية السودانية بجذور تاريخية بعيدة المدى وروابط سياسية واجتماعية فريدة، فيما شهدت تلك العلاقات تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية. وبشأن أزمة السودان الراهنة، وضعت مصر تصورا للخروج منها من خلال الدعوة لإطلاق حوار جامع يهدف لبدء عملية سياسية شاملة. نتابع المزيد في التقرير التالي. تضافر جغرافي وتاريخي أسس علاقات متينة عبر العصور،
فالعلاقات المصرية السودانية تمتاز بجذور تاريخية بعيدة المدى وروابط سياسية واجتماعية فريدة. العلاقات بين البلدين شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر، حيث عمل على إعادة صياغة العلاقات المشتركة بين القاهرة والخرطوم في جميع المجالات. هذا التوجه برز خلال لقاءات الرئيس السيسي ورئيس مجلس السيادة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان، حيث دعمت مصر الاتفاق السياسي الإطاري بشأن الفترة الانتقالية في السودان باعتباره خطوة مهمة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان. كما ظهر هذا التوجه جليا خلال الأزمة الحالية بالسودان، حيث أكدت مصر في أكثر من مناسبة تضامنها الكامل مع الشعب السوداني الشقيق لتجاوز المحنة الراهنة، مشددة في الوقت ذاته على عدم التدخل في شؤون السودان الداخلية وضرورة عدم السماح بالتدخلات الخارجية في أزمته الراهنة. وعلى الصعيد الإنساني، فمصر لم تتخلى عن أشقائها السودانيين، فكانت من أوائل الدول التي بادرت باستقبال مئات الآلاف من السودانيين الذين انضموا إلى ما يقرب من 5 ملايين مواطن سوداني يعيشون على الأراضي المصرية منذ سنين عدة. مصر وضعت أيضا تصورا لخروج السودان من الأزمة الراهنة، إذ دعت إلى إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية بمشاركة القوى السياسية والمدنية يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار والديمقراطية. واستضافت مصر في يوليو الماضي مؤتمر قمة دول جوار السودان لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي. وخلال المؤتمر طرح الرئيس السيسي تصور مصر لخروج السودان من مأزقه الراهن الذي يرتكز على مطالبة الأطراف السودانية بوقف التصعيد والبدء دون إبطاء في مفاوضات جادة لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار. مطالبة الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد والبدء دون إبطاء في مفاوضات جادة تهدف للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار. مطالبة كافة الأطراف السودانية بتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وإقامة ممرات آمنة لتوصيل تلك المساعدات للمناطق الأكثر احتياجاً داخل السودان، ووضع آليات تكفل توفير الحماية اللازمة لقوافل المساعدات الإنسانية ولموظفي الإغاثة الدولية لتمكينهم من أداء عملهم. وأكد البيان الختامي لمؤتمر الدول جوار السودان على أهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها ومنع تفككها، كما شدد على أهمية الحل السياسي لوقف الصراع الدائر، كما تم الاتفاق على تشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية على مستوى وزراء خارجية دول الجوار، والتي عقدت اجتماعها الأول في تشاد لوضع خطة عمل تنفيذية تتضمن وضع حلول عملية وقابلة للتنفيذ للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية. جهود مكثفة قامت بها مصر منذ اندلاع الأزمة السودانية لاحتوائها وحقن دماء الشعب السوداني الشقيق. فعلى مدار السنوات الماضية أكدت مصر أن سياستها تجاه السودان تقوم على مرتكزات ثابتة يأتي في مقدمتها الإيمان بأن استقرار السودان وأمنه هو جزء لا يتجزأ عن أمن مصر القومية. لهنا ينتهي هذا الجزء في تغطيتنا المستمرة معكم. بعد دقائق تلتقيكم زميلتي دعاء جاد الحق. تقبلوا تحياتي محمد الرميحي، سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته.